هذه النتيجة وصولنا في الدوري الثمانية إلى نسيم. هل سيفعل نسيم يا رب؟ أما الآن دور التركي في حراسة المرمى لليرموك وعلى أيوب لاعب العين. أيوب على الآن سينفذ. يا سلام يا سلام، التوفيق والتوفيق للعظماء للكبار. العين العين يا رب. جمال حاشد رعدان، غابت أمطار وبدأ يرعد ثم أمطر في هذا الشوط. يا سلام. اليرموكيون أم ستعود إلى العينويون؟ محمد على تنفيذ أمام حسن. محمد هل سيفعل؟ محمد معلش حسن، معلش يا كبير، معلش صدقني، لكن العارضة تقف أمام طموح حسن. على العين الثانية، ضربة العين الثانية، هيا 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 جماهير محمد الثاني، هل سيفعلها في هذا الميدان؟ محمد مع الأمان يا رب. ستتعبون كثيرا، شح صوتي وبح صوتي مع هذا الإبداع، مع هذا الاستمرار، مع هذا التألق، مع هذا الجمال الكروي الرائع. يوسف يوسف رب يوسف الثالثة جول. هل سيفعل؟ هل سيفعل؟ تركيا تصدى لها والعين لم تفعلها. تركيا تصدى لها. العينويون ربما سيبكون في دموع، ليس الفرح إنما هو الترح، وراح من راح وبقية الأفراح والأتراح. حسن حربي، هل سيفعلها الحربيون أم سيبقى كما كان؟ حسن حربي، حسن حربي جول. الرابعة بأمان، الرابعة في اليرموك بأمان. نريد الاطمئنان. إذا سجلها هذا اللاعب فإنه ربما فرج على العينويون، وربما الضربة القاسمة للظهر. إنها ضربة تقسم ظهر البعير. ربما هي يرقبون بحزن، يرقبون بتأمل، أيديهم على رؤوسهم. يا الله يا إلهي يا رباه، يا إلهي يدعو يسبح يمجد. يا سلام جميل. لحظات الحرج، هناك أيام ولا تنسى، أيام ستكتب في التاريخ، للتاريخ هذه الكرة.
ربما الضربة الأخيرة، الضربة الأخيرة، الضربة الأخيرة للعينوي. ضاعت أحلام اليرموكيون. تعاد الكرة مع لاشي حسن، مع لاشي الخط. حسن يقول كرت أصفر لحسن. لا لا وامتطيسه وجوادك نحو الصدارة، حاور ومرر وللإنجاز حقك. هذا هو اليرموك للشانين يحرق، لو يبارق يروضه بجدارة، لو يبغي البارق يروضه بجدارة. اليرموك يتصدر، اليرموك يصل.